السلام عليكم اصدقائي، اهلا وسهلا بالجميع. زي ما انتم شايفين معاي الباكج تبع الهواوي بي 20 برو. شركه هواوي تواصلت معي حكوا لي اعمل انبوكسنج لو سمحت لهذا الجهاز الرائع. فانا بصراحه حكيت لهم اكيد اوكي اكيد بدي اعمل انبوكسنج. يلا نعمل انبوكسنج ولا بلاش هون؟ واحدين. اهلا وسهلا اصدقائي، هذا هو العلبة الترويجية للهواوي بي 20 برو. عندنا هاتف من هواوي، ثلاث كاميرات، واحدة منهم 40 ميجا بكسل، والكاميرات مصنوعة بالتعاون مع شركة لايكا. انا كثير متحمس لهذا الجهاز. ايش جوا هاي العلبة؟ هذا اليوم اللي راح نعرفه، وسريعا ما راح اطول عليكم كثير. بنفتح العلبة، بسم الله يا سلام. عندنا اول اشي الكفر عشان تحمي جهازك. أليكس لا تلعب هون لو سمحت. أوكي آها، أكيد راح أستخدم هذا الكفر. أعتقد إنه كفر ذكي. بنشوف كيف استخدام هذا الكفر لما نخلص من الجهاز. هاي العلبة ما بعرف إيش فيها، هلا راح نعرف إن شاء الله. documentation يعني كل الأوراق المطلوبة لحتى تعرفها، والمعلومات اللي عن الجهاز موجودة في هاي العلبة. إذا بتحب تقرأ بيكون جميل منك أنك تقرأ. نيجي لهون، هذا شاحن سيارة فيه واحدة منهم شحن سريع، وعندك كيبل USB Type-C. هذا بونص في هاي العلبة الترويجية. وعندنا أيضا المفاجأة هواوي اللي هي الايربودز. ما كنا نعرف انه عند هواوي في شيء اسمه الايربودز، السماعات. طبعا هم وايرلس، اكيد بذكروكم بالايفون، ولكن بدنا نشوف اذا هم افضل من سماعات الايفون الايربودز. وهاي العلبه اللي هي فيها مغناطيس لحتى تحافظوا على السماعات جواتها، وفيها شاحن راح استخدمهم ان شاء الله واجربهم all together. طلع لنا هاي العلبة، لازم افتحها اتعرف عليها. اوكي كمان هذا كيبل شحن لعلبة الايربودز، ممتاز. حد الان تمام. هلا الجهاز، هذا الجهاز هو البي 20 برو. خلينا ناخذ الجهاز مبدئيا نطلعه برا. العلبة خلصنا منها، go home. هذا الجهاز الهواوي بي 20 برو، انا شخصيا من زمان عملت عنه مراجعات. هذا افضل جهاز صنعته هواوي. مش بس هيك، هذا واحد من افضل الاجهزه اللي موجوده بالسوق في عالم الاندرويد، حتى في الاي او اس، يعني بينافس الايفون، بينافس السامسونج. عنده من افضل الكاميرات، من افضل الكاميرات اداء بالليل. حاب كثير اجرب هاي الكاميرا. ايضا عنده بطارية رائعة جدا. فالباكج كامل كله ممتاز، وأنا كثير متحمس. خلينا نفتح الباكيت. طبعا الجهاز هو مستعمل لكن لا بأس. عندي اللون الأسود أو مش عارف أعطيكم اللون الرمادي. وعندنا ثلاث كاميرات وعلامة اللايكا. التصميم مباشرة تقدر تحكي انه هذا التصميم فخم جدا بصراحة. هذا من اكثر الاجهزة في هواوي اللي انا متحمس فعليا اجربها، وان شاء الله يكون تجربته رائعة. اكيد راح اخبركم، بس هذا كانت عبارة عن انبوكسنج. بدنا نشوف اذا في العلبة ايش كمان بيقدمونا بالعلبة داخل للجهاز هذا. اوكي، عندنا السم ايجكت تول عشان تطلع، وكمان في عندنا اشياء ثانية. في عنا كتيبات ايضا، وفي عنا كفر حماية. انا بحترم هذا الكفر، مهم جدا تستخدم هيك كفر. لدينا ايضا يا اصدقائي كيبل USB Type-C. ومش بس هيك، اذا ما بيعجبك الايربودز عندك سماعات سلكية برضه راح اجربهم ان شاء الله. اوكي، وعنا كمان هتستاهلوا. شو هاي القطعة؟ ألا بورجيكم كونفرتر. الهواوي بي 20 برو ما عنده هيدفون جاك، فلذلك بيجيك كونفرتر زي هيك لحتى تستخدم الهيدفون جاك. أكيد إذا ما عجبك هذا الخيار
عندك هذا الخيار، ولدينا هواوي شاحن هواوي السريع راح استخدمه ايضا. طيب هذا الجهاز عنده افضل تصميم من هواوي، عنده افضل كاميرات وتريبل كاميرا، ثلاث كاميرات، اول جهاز في العالم عنده عن جد تريبل كاميرات، وعنده كاميرا اماميه فيها هاي نوتش، معالج افضل معالج من هواوي الكيرنت 970، بشكل عام عنده افضل اداء. هل فعليا بعد المراجعه حيكون افضل اداء؟ راح تعرفوا اكيد بعد المراجعه. بشكر هواوي على هاي الفرصه وعلى هاي التجربه، وان شاء الله يكون في تعاون في المستقبل. يعطيكم الف عافيه. اخر معلومه انه هذا الباكج كاملا، هذا الباكج كامل بتقدر تشتري في الاردن من معارض هواوي بسعر 599 دينار. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم. انا بشكر شركه هواوي على تواصلها، لسه راح اعمل مراجعه عن هذا الجهاز ان شاء الله خلال اسبوعين، فتره اسبوعين ده بقدر. وكمان وعدوني لسه حيكون في النوفا 3 في حوزتي اعمل عنه ريفيو بعد هذا الجهاز، بس ارجعه ان شاء الله. فشكرا جزيلا شركه هواوي، وان شاء الله اكون يعني وفقت في هذا الانبوكسنج سريع. الى المراجعه ان شاء الله، انتظروني. السلام عليكم.